السياسي الذي اغتالته يد الغدر والإرهاب أمام منزله بعدما فشلت في اختطافه في ظل مسلسل الاغتيالات الذي يستهدف أبناء القوات المسلحة والأمن والانفلات الأمني غير المسبوق الذي تشهده البلاد. شهيد جديد يحكي تفاصيل لا تنتهي من مسلسل الاغتيالات التي تطال أبناء القوات المسلحة والأمن، ولعل العقيد عبد الرحمن الشامي هو آخر ضحايا هذا الانفلات، والذي تم تشييع جثمانه بحضور عدد من صف وأفراد وضباط القوات المسلحة والأمن. أكثر من 170 ضابطا اغتالتهم الجماعة الإرهابية عبر مسدسات كاتمة للصوت أو عبوات ناسفة في ظل صمت مطبق من قبل الوزارة المعنية التي من المفترض بها العمل على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار. قصة اغتيال الشهيد عبد الرحمن الشامي بدأت بمحاولة اختطافه، إلا أن مقاومته أثنت الجناة من اختطافه ما جعلهم يعمدون إلى إطلاق النار وبشكل مكثف عليه، حسب رواية والده الذي طلب الجهة المعنية بضبط الأمن والاستقرار. يعني احنا هذا يعني طلب عام، ما اعتقد انه طلبي وحدي، يعني اكثر المواطنين بيصيحوا وبيطالبوا للاستقرار الأمني يعني، فأنا أضم صوتي مع صوت المواطنين الذي بيطالبوا بهذا الطلب. مراقبون وصحفيون أكدوا على أن الشعب اليمني تواق للحفاظ على الأمن والاستقرار لو وجد الإحساس بالمسؤولية التامة من قبل الجهات المعنية والابتعاد عن المناكفات السياسية التي أضرت بالوطن والمواطن. على الجميع أن يقفوا يد واحدة بمواجهة عناصر التطرف والإرهاب وبمواجهة القوى التخريبية التي لا تريد الأمن والاستقرار، ونأمل من الأجهزة الأمنية أن تتولى مسؤوليتها وأن تقوم بواجبها بحماية المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار. فالشعب اليمني يتوق للأمن والاستقرار وسيقف يدا واحدة بيد أجهزة الدولة لمكافحة الجريمة وللقضاء على بؤر الإرهاب والتطرف. يومان مرة على حادثة مبنى إدارة الأمن السياسي وسيطرة عناصر من تنظيم القاعدة عليه، إلا ويعمد التنظيم إلى استهداف أحد الكوادر الأمنية، إلا أن وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية تكتفي وفق إعلان تنظيم القاعدة بتحميلهم المسؤولية دون أي تحركات تذكر، فيما الشارع اليمني يأمل في أن تقوم الأجهزة المعنية بواجبها. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.